زين عطينا كيفاش كتعيشوا حياتكم اليوميه في هذه الحومه شنو الاسم ديالها نعم اخي واش كنعجب هذه الحومه هذه الحومه هذه تقول الحومه غطس جات في الفنادق يعني كيفاش نبغي نقول لك على هذه الحومه بغيت نقول لك كيفاش كتعيشوا حياتكم اليوميه كيفاش الشباب ديالها كيتكون وكيفاش كيعيش الحياه ديالو كيفاش الشباب كيفاش كيخدموا كيفاش كيشري الديوان ديال الكاسياهو الخوار شي قرو اجبت الخوادي انت ومع لدين شي قرو بعد الصعود شي قرو فعيدة للمرحة تعرف شمي كيفش كان نشوف هذا الحوما هادي هذا الحوما هادي انت كالعرب كان نودو الصباح كان نودو الديوانا عم قود علينا نجيبو حمية دريان نجيبو بيها الطريف وقرو كنشوف كانت قاوة قاوة مصطفى كورتي مش نمش نجيبو بواحد طريقة يعني مش تعرف شمي الحوما هادي بالطبع لكن نشوف غطس حياتنا اليومية الحياة ديالنا مقودة يعني ديما كل مره وكيفاش نهار كتجيبها نهار ما كتجيبهاش وانت كتعرف حنا ماشي عايشين مع هاد الحومه هادي هو المشكل حنا راه شي ما كنكون دوزين والصحه ديالها وراسي ديال دوزين كنتسالك كيفاش كتعيشوا هاد الظروف القاسيه ديالكم في الديوانه وفي هاد الحومه ديال الطاس وبخصوص كسيخو الكبيره واش كرشاو ديالها هو اللي جينا انا باش نعرفوا كيفاش كيعيشوا وبغينا نساعدوهم ماديا او معنويا ونتمنى لكم التوفيق ونتمنى تبدلوا هاد الحياة ونتمنى نساعدكم من عندنا زعما ان شاء الله. خويا كنتمنى نبدلوا شي حاجة من غير هاد الخيال الحياة هادي ما كرهناش ما جبرناش شي بادل واش عندنا شي شركة زعما شي حاجة باش نخدموا عندنا جا الخويا كنطلبوا ديك الديوانة صافي هي باب وحدة اللي شدوا عندنا بقينا مكسيين زعما عندك ليه تقدر ما عندك ليه تجيب اخويا مشيت تخدم مع بنادم طيح الصحة ديالك يفرعك يعطيك 2000 فرنك 30 درهم ديجا 2000 فرنك ما تجيبليش حتى الطريف انا كان نوضع خاوي كان فتعايلي بعدك سنين اقل واحد 50 قرية على مشوف صاحبي يا عين ما بلاش هي ديك ساعة يجيب الله ديك ساعة تبطل موطع اخرى تشوف قريزة روح تشوف اقفل من عيدة اقفل من عيدة ما تعمل كتجيب الحالة دورة فيه هدية اما انا احفظنا ما تحشي جيب لنا غير كحلة الخاوة ما تشي هدرة جاب طرود رجع اسم قاوي اقي دابا كنت كيف وشكوفة الحشيش كنت حشو صاحبي كان نتكلم وكرني حبيب قمس ما لك مشكلة الدروغة ومشكلة كبير كنشي ناري عن نعمية تمشي شي قناة قاود وانا بيت الموضوع ديال الدروغة ديال كحنا كما قلتي يعني هذا موضوع زوين ونتكلموا عليها يعني كيفاش نعرفوا قتيل الكريساج كيتكون غير مسائل ديال الدروغة الخاوة موعي دابا نتكلم عن شي الدراري يعني بس تشوفوا بعد انا غادي شي هذاك خواتي السلام عليكم سلام الخير شنو جا الظروف القاسية ديالكم في الديوانة وفي الحومة ديال الطاس وبخصوص كاس يا خو مكمولة سمعتي سلام عليكم سلام الخير شنو جا عندك تينك المخزن انا صحافي مدوزي اللي نتكلم معك مش صحافي انا كتشوفني كيفاش عامل تقولي صحافي وزعما انا مزيون باش تصورني نعرفك وبغيت نعرف حياتك وبغيت نعرف الشخصيه ديالك لازم ديك الكاميرا وتعرف حياتي شنو هي لازم ديك الكاميرا ما عندناش كاميرا حنا غير هذاك الميكرو بغينا ناخذ الصوت ديالك في الاذاعه ديالنا دوزين اللي شبر الكاميرا اللي كيف زعما كانوا يضحكوا علينا ولا تعملوا بينا فيديو كلي انتم الشباب ديالنا وحنا مسؤولين وحنا عارفين ما بغيناش نضحكوا عليك حنا باغيين باش نعرفوك وباغيين باش نبينوا الصوره ديالك للمجتمع المغربي بصفه عامه الشباب كيكون عامل هاد واش هادي الكمالة ديالي كمالة الشباب وانت كتشوف وجهي كامل مرقع وكتقول لي الشباب وانا مقود مسيب وانا عايش تحت الظلام كاين ظلام وكاين تحت الظلام الخاوة انا عايش تحت الظلام انا مقود عليه واش كتفهمني المهم جو داك الميكرو ديالك ومشي ليل عندك مدان سيارة على الدين ديما بنادم مضطر يلا مشي تقود